السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، اجتماعنا اليوم يأتي في ظرف غير عادي، فاستهداف عاصمة عربية بصواريخ باليستية من جانب ميليشيا خارجة عن الشرعية ومدعومة إقليميا هو تهديد خطير لا ينبغي أبدا أن نتعامل معه كأمر عادي. إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على منطقة مطار العاصمة بالمملكة العربية السعودية يوم 4 نوفمبر الجاري، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي له، هو مجرد الحلقة الأخطر في سلسلة طالت من التجاوزات والتدخلات في الشؤون الداخلية وممارسة التخريب ونشر الفتنة. وليس أمامنا في مواجهة حدث خطير كهذا سوى أن نسمي الأشياء بأسمائها. فالصاروخ الذي استهدف الرياض إيراني الصنع، وهو رسالة إيرانية واضحة في عدائيتها، لم يفلح المسؤولون الإيرانيون حتى في تجميلها، لأن العواصم العربية تقع في مرمى صواريخ طهران الباليستية. إنها رسالة غير مقبولة شكلاً أو مضموناً. إن الدول العربية تعتز بسيادتها وهي قادرة على الدفاع عن استقرارها وأمنها، ولن تقبل أبداً أن تعيش رهينة الخوف أو تحت ظل الترهيب. ولم تقف التدخلات الإيرانية عند هذا الحد، وهناك وقائع مثبتة لأعمال تخريبية وإرهابية آخرها تفجير أنابيب النفط في البحرين ليلة 10 نوفمبر الجاري، وثم وقائع مثبتة لشبكات تجسس وتخريب تم الكشف عن نشاطها الهدام، مثل شبكة العبدلي في الكويت وشبكات مختلفة في العديد من الدول العربية، منها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين والأردن والمغرب والسودان. وثم وقائع مثبتة لدعم وتمويل الميليشيات المسلحة في أكثر من مكان بالعالم العربي. لقد استمعنا جميعا إلى تصريحات الرئيس الإيراني المرفوضة والمستهجنة من أنه لا يمكن القيام بأي خطوة مصيرية في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا والخليج من دون إيران. ومثل هذا الحديث الصادر عن أعلى جهة تنفيذية في إيران ليس استثنائيا ولا يخالف ما دأبت عليه القيادات الإيرانية، بل هو يعكس نهج التفكير وحقيقة السياسة التي تتبعها طهران، نهج هيمنة وسيطرة. إننا نستنكر هذه التصريحات الاستعلائية والتحريضية والعدائية، ونطلب من إيران أن تراجع مواقفها إزاء الدول العربية. لقد قاست المنطقة كلها من جراء تبعات ونتائج هذه السياسة الإيرانية الخطيرة خلال السنوات المنصرمة، فتنة وعنفا وتأجيجا طائفيا واعتداء على السفارات، وإشاعة للانقسام في المجتمعات، ودعما حثيثا لميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، واعتداء على الشرعية، وزرعا لشبكات التجسس، والقائمة في الحقيقة تطول. هذه التدخلات لم تراعي المبدأ الأهم في العلاقات الدولية، وهو الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها، والالتزام بعلاقات تقوم على حسن الجوار، بل إنها صارت عكس هذا النهج على طول الخط، حتى قوضت أي فرص حقيقية لبناء الثقة مع الجانب العربي الذي بادر أكثر من مرة إلى تحسين الأجواء وإقامة علاقات حسن جوار على أساس سليم مع الجانب الإيراني من دون جدوى. إن الدول العربية تعتبر التدخلات الإيرانية سبباً أصيلاً في حالة انعدام الاستقرار السائدة في اليمن،
وذلك من خلال ما تقوم به من تسليح ميليشيا الحوثي وتحريضها لاستهداف منطقة الخليج بالصواريخ البالستية. وقد خرجت كبريات الصحف الإيرانية تباهي بهذه الهجمات الصاروخية وتتوعد الحواضر الخليجية بالمزيد. إن ثمة وقائع عديدة لسفن أوقفتها قوات التحالف العربي وكانت تحمل أسلحة وصواريخا متجهة إلى اليمن، وقد تم الكشف عن الكثير من عمليات تهريب الأسلحة من البر والبحر للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. والحقيقة أن الخطة الإيرانية لم تعد خافية على أحد، فطهران تسعى لأن يكون اليمن شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية والخليج، مستغلة حالة الضعف السياسي والاحتراب الداخلي التي يعيشها هذا البلد العربي العزيز. والحقيقة أيضا أن هذه السياسة الإيرانية الممنهجة هي السبب الأول لإطالة أمد النزاع اليمني، والشعب اليمني هو أول ضحاياها، وهو من يدفع الثمن من حاضره ومستقبله. مما يدعو للأسف أن المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه تغض الطرف عن هذه الحالة الصارخة والمستمرة من تهديد الأمن والسلم في الإقليم. لقد بات واضحا أن الطرف الإيراني لا تصله رسالة صريحة وحاسمة من جانب المجتمع الدولي بخطورة ما يقوم به وبعواقبه الوخيمة، بل أنه وكما يبدو لنا التقط للأسف رسالة عكسية مؤداها أن الاتفاق السداسي بشأن برنامجه النووي يعطيه حصانة ويطلق يده في المنطقة، فأخذ يشعل الحرائق هنا ويضرب الاستقرار هناك، متبعا استراتيجية طائفية واضحة في تأجيج المجتمعات الشيعية في الدول العربية وبهدف تحقيق التواصل بين الميليشيات التابعة له وصولا إلى سواحل المتوسط، أحد أهدافه الاستراتيجية. إننا نرفع صوتنا للمجتمع الدولي بمنظماته وقواه المؤثرة، وبالتحديد للجهاز المنوطي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أي مجلس الأمن الدولي، نقول في عبارة واضحة أن التهديدات الإيرانية تجاوزت كل حد، وهي تدفع بالمنطقة إلى هاوية خطيرة. إن البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار في المنطقة. لقد أطلقت ميليشيات الحوثيين 232 صاروخا باليستيا منذ بدء النزاع اليمني، منها 76 صاروخا على المملكة العربية السعودية. وليس بخاف أن الصواريخ تأتي من مصدر واحد هو إيران. إن هذا السلوك العدائي يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015 في شأن تطوير صناعة الصواريخ البالستية، فضلا عن مخالفته الصريحة لما نص عليه القرار 2216 أيضا لعام 2015، خاصة فيما يتعلق بضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات. إن استقرار العالم العربي كل متكامل وأمن دوله بنيان مترابط، وقد آن الأوان أن يتحمل كل طرف مسؤولية أفعاله وأن تنعم هذه المنطقة باستقرار حقيقي بعيدا عن التأجيج الطائفي والإرهاب وحروب الميليشيات وفوضى السلاح. آن الأوان أن تتخلص منطقتنا من مظاهر العنف والطائفية. إن ذلك كله يقوم أساساً ويعتمد على تغيير النهج الإيراني تجاه الإقليم العربي من الخليج إلى المحيط، وحتى يعود الوئام والاستقرار في علاقات كل الأطراف وبما يفيد الإقليم كله. إننا نتطلع جميعاً ليوم ينشغل فيه جيراننا بما ينفع الناس من التنمية والعمران والتعاون بدلا من نشر العداء والفتنة والكراهية. شكرا سيادة الرئيس.